بقول له هو ابن حلال وربنا كرمه وصعوده للفريق الاول في فتره كان فيها صعوبه ان حد يطلع، فده نتيجه انه ايمن ما كانش من الولاد اللي هي ليها اهتمامات بالبنات والحاجات دي، كان حاطط هدف في دماغه كده انه هيبقى كويس وربنا كرمه الحمد لله، هو ابن حلال ويستاهل يعني. والله ايمن ما كانش من الولاد الشقيه، كان من النوعيه الهاديه، بس احيانا انت عارف ان الشباب بيبقى له كده ايه غلطات كده، فاحنا كنا حاطين لائحه في الاستراحه وبنحط على كل واحد بيرتكب غلط بنحط له غرامه حسب اللائحه اللي احنا حطيناها، فمن ضمن الحاجات اللي احنا حاطينها بنحط مثلا بال 20 جنيه وال 30 جنيه حاجات بسيطه كده، لكن برضو كانت بتجيب نتيجه كويسه مع الاولاد لان مرتباتهم اياميه كانت قليله. ايمن من اول ما جه الاستراحه كان جاي لنا وهو في سنه ثالثه ابتدائي، كان عنده حوالي 9 سنين كده. اول ما جالنا اسمه بالكامل وعنوانه ومواليده ورقم تليفونه، كل الحاجات دي متسجله عندي في النوت. ممكن هو اسمه ايمن اشرف السيد علي السامبوسكاني، مواليد 91 من الدقهليه المطريه شارع سعد زغلول. هو الاولاد طبعا كان ليهم مشاكل كتيره صعبه، بس اشرف ما كانش من الاولاد دي، يعني مثلا ممكن يتاخر شويه عن ميعاد قفل باب الاستراحه، وممكن مثلا ما يحافظش على نظافه الاستراحه ويأزأز لب، مثلا حاطط له مثلا غرامه على انه أزأز لب هنا 20 جنيه، حاطط له غرامه ثانيه على انه اتاخر عن دخول الاستراحه كده، يعني ما كانش له برضو ايه مشاكل كبيره يعني، انما هو على مجمل كان من الاولاد الكويسين. يعني هنا ايمن اشرف حاطط له غرامه على لعب الكره خارج الاستراحه، كان الاولاد بيطلعوا ياخدوا كوره كده ويلعبوا بيها قدام باب الاستراحه، وانا كنت مانع الحكايه دي، فكانوا يسهوني ويطلعوا يلعبوا، فكنت انا بقى امسكهم واحط عليهم غرامات، بس كانت بتبقى حاجات ظريفه يعني ما كانتش مشاكل كبيره يعني. مره خصمت له على تاخيره عن، كان هو وحسين غنام وحسين السيد رجعوا كانوا في بره، في بره واحمد راضي كانوا بره وتاخروا عن ميعاد الاستراحه في الاستراحه الساعه 12، هم جم 12:45 دقيقه، فعملنا جزل لكل واحد يعني. اول ما جالنا بيجيب لنا طلب التحويل وبنقول له مدرسته، قلنا له مدرسته هنا في مدرسه الملك فهد تبع المدرسة، وكنا بنجيب لهم دروس خصوصية ومدرسين كانوا بيجوا لهم الاستراحة يدوهم دروس، واللعيب اللي كان بيسقط في الامتحان كنا بنحرمهم الإقامة في الاستراحة، يعني شرط وجودك في الاستراحة إنك تنجح، فكان الحمد لله كلهم مش قادر أقول متفوقين، بس في مجموعة كانت متفوقة بس مش الكل، يعني أنت عارف إن الكورة بتاخد وقت كتير قوي من اللعيبة، فكانوا كلهم ماشيين في مستوى المقبول يعني. حاول الله ربنا يوفقك ان شاء الله، ومن تقدم لتقدم، وهو ماشي كويس الحمد لله مع النادي الاهلي. انا ايمن اشرف بقابله لحد النهارده، لو قابلته كانه هو ايمن اشرف اللي عنده 9 سنين اول ما جالي، ما بيتغيرش، ودي ميزه في ايمن انه لا الكوره علته ولا كبرت دماغه ولا حاجه، لا هو ايمن اشرف الصغير زي ايمن اشرف الكبير، نفس تصرفاته، مفيش تعالي ولا حاجه يعني. لا مؤدب. انا قابلته من فتره كان طالع من التمرين في الفريق الاول وانا كنت حاضر التمرين هناك، فجه خدني بالحضن وسلم عليا وبتاع، لا مفيش تعالي يعني، لا